بسم الله الرحمن الرحيم صاروخ فرط هزيمه كبرى مشتركه لامريكا والكيان انا كتبت في البدايه اسرائيل بين مزدوجين لان هذا هو ايضا عنوان رئيسي من عناوين العديد من الصحافه العبريه في الكيان الصهيوني اكرر هذا العنوان صاروخ فرط صوتي طبعا هم يقولون في صاروخ الحوثيين يقللون من شان الحوثيين هسه احكي لكم شوي على الموضوع هذا هزيمه مشتركه لامريكا واسرائيل هذا خلاصه لكل ما صدر في وسائل الاعلام بالعبري العبريه روحوا شوفوا اللي يريد اللي ما يصدق هل هو يروح يجري تحقيقات يفتش بجوجل ويستعين بجوجل ترانسليت أو ترانسليتر المترجم وشوف هناك متصفحات كثيرة في الترجمة ويريد هم يستعين بصديق هم خلي يستعين بصديق هذول اللي يقولون شعب إسرائيل يباركون لشعب إسرائيل هذول عملاء الوحدة 8200 المبثوثين هنا وهناك والذين يروجون لهذا الكيان الصهيوني وتعال شوفهم ذولي على وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات الفضائيه يقللون من شان ليس فقط اليمن وهذا الصاروخ الكبير الاستراتيجي المهم الذي غير وسيغير في ميزان القوى ومعادلات القوى وفي المنطقه بل يقللون من شان هذا الشعب اليمني ومن شان اليمن ما يذكرون اسم اليمن انت لو تلاحظ هذه القنوات والعملاء معهم ايضا وطبعا قنوات امريكيه وغربيه هي التي تروج اساسا ووسائل اعلام غربيه تروج دائما لمقوله الحوثيين مع الاعتزاز الكبير لهؤلاء الحوثيين بس ما يريدون يجيبون اسم اليمن يريدون يغيبون اسم اليمن هذا اليمن هذه القوات اليمنيه هذا الجيش اليمني نعم انصار الله حلفاؤهم هذول في الطليعه بس هو يريدون يغيبون اليمن لانه مجرد ذكر اليمن يعني صداع بالنسبه لهؤلاء فتجي تجي وتلقاهم دائما يقللون من شان ليس فقط اليمن وانما من كل ما يقوم به المقاتلون الشجعان في الجيش والقوات اليمنيه من في معركه الاسناد. هجوم صاروخي في اليمن، هزيمه مشتركه لامريكا واسرائيل، قلت لكم اليمن انا اضفتها هم يقولون الحوثيين. يقول انني اعتبر احد كبار هؤلاء المحللين الاستراتيجيين في الكيان الصهيوني يقول انني اعتبر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له تل ابيب يعني اليوم فشلا هذا يوم الاحد الماضي فشلا مشتركا لامريكا واسرائيل لان هذا الصاروخ قطع اكثر من 2000 كيلو وفشلت انظمه الدفاع الامريكيه والاسرائيليه في التعامل معه وينسقط سقط وين راح مو هنا المشكله، المشكله انه وصل انه المشكله الاساسيه التي يذكرها هؤلاء الصهاينه يؤكدون هؤلاء الخبراء على حقيقه ان الصاروخ ال الذي ضربت الأبيب ابيب هي تل الربيع يافا واسقط منظومات واسلحه الدفاع الجوي لامريكا والاطلسي نيتو واسرائيل وحلفائهم في المنطقه جاء تدشينا للمرحله الخامسه من الاسناد هذه المرحله الخامسه التي اعلن عنها سماحه السيد عبد الملك الحوثي وليس عمليه الرد الموعود التي وعد بها الاخوه اليمنيون على الاعتداء الذي طاول ميناء الحديده يقولون انه حدث مو صاروخ هو حدث فرط استعاره استراتيجي هذا الحدث في تقرير مسارات الحرب ونتائجها والمؤكد ان مثل هذا الصاروخ هو تهديد وجودي لهذا الكيان يقولون محلل اسرائيلي اخر هو يوسي ميلمان انا وكانت ما احب اذكر اسمائهم بصراحه حتى لا يعتبر ايضا ترويج لهؤلاء يقول منظوماتنا الدفاعيه فشلت في اعتراض صاروخ الحوثيين المحلل العسكري فلان صاروخ الحوثيين اخترق المجموعه الكامله متعدده الطبقات لنظام الدفاع الجوي للقوات الجويه الاسرائيليه. وعذرا انا اذكر نص يتعين على القوات الجويه الاسرائيليه ان تتحسن بشكل كبير. بعد المحلل العسكري فلان اللي هو نفسه قبل شوي ذكرته صاروخ الحوثيين اخترق المجموعه الكامله متعدده الطبقات كما قلنا ويشكل تهديدا وجوديا. تهديدا وجوديا. موقع ولاء العبري معروف ارتباطه باجهزه المخابرات. يقول وزن الصاروخ قبل الاطلاق نحو 17 طنا وغير معروف سبب عدم اعتراضه. يقول ليش ما اعترضنا؟ مع انهم يعترفون بالفشل ويحاولون يعترضوا بس ما قدروا. طيب يقول هذا الموقع ان منظومات الدفاع الجوي فشلت بالكامل في اعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقه الحوثيون رغم تحليقه لمدة عشرين دقيقة كما يقولون هم يعني على كل أحد هؤلاء الخبراء أيضا في منشور عبر منصة إكس أضاف وهو محلل الشؤون الأمنية والعسكرية في صحيفة هارتس العبرية يقول على الرغم من أن مدة الرحلة يعني رحلة الصاروخ اليمني كانت حوالي عشرين دقيقة أنا أنقل فإنها اخترقت المجموعة الكاملة لأنظمة الدفاع الجوي وذكر أسماءها آرو القبة الحديدية آرو يعني السهم المقلاع مقلاع داود نظام الطائرات ووسائل التشويش المضادة للطائرات بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الأمريكية في المنطقة والنيتو والحلفاء العرب الموجودين في المنطقة ولفت إلى أن شظايا الصاروخ سقطت قرب بلدة مودعين على مسافة قريبة من مطار بن غوريون الدولي في تل الربيع تل أبيب هو يقول مرة أخرى أؤكد دعك من الأهداف بس يقولون والله وقع على جسر وكل شيء ما سوى على جسر هو مو هنا للموضوع، بابا هذا رسالة صدقوني حتى هذه اللحظة ورغم كل ما يجري في المنطقة من انتصارات يحققها محور المقاومة هذه كلها بروفات ورسائل سياسية أوقفوا مجازركم مو أوقفوا الحرب شفت بعض المحللين السياسيين التابعين للوحدة 8200 من العرب يقولون يعني محور المقاومة يقول إذا وقفت الحرب أو وقف العدوان على غزة احنا نوقف عمليات الإسناد <applause> نعم هذا تكتيك يقول أين القدس وأين تحرير فلسطين هذه محاولة التشويش والتضليل هو الآن مو هو احنا ما نريد وقف القتال يقول محور المقاومة أنا أنقل ما يقولون وقف القتال يقولون وقف المجازر لأن القتال والحرب هي وجودية مستمرة ولها طرق مختلفة مرة بعمليات عسكرية مرة بعمليات سياسية مرة طرق مختلفة لا أريد أن أفصح عن بعضها وهو أيضا يصب في الجانب الأمني والاستخباري والعسكري فوقف المجازر لأن القوات قوات العدو هذا الكيان الصهيوني هو لا يقاتل هو يقتل ويقتل مدنيين يقتلوا اطفال. وتابع هذا المحلل الاستراتيجي يمكن ان تحدث اعطال تبرير محاوله للتبرير والحمايه ليست محكمه لكن بالنظر الى الوقت والمسافه والعدد القليل نسبيا من عمليات الاطلاق من اليمن فسوف يتعين على القوات الجويه الاسرائيليه ان تتحسن بشكل كبير. طيب على كلٍّ تجي المواقع العبرية تفصل، هي اللي تشرح طبيعة هذا الصاروخ، وهو واحد عندما أقول واحد يعني هو هذا رسالة زين ما بالك فيما, فيما لو تطورت الحرب وامتدت الحرب وأطلق الحوثيون مئات الصواريخ من هذا الطراز وهذا الطراز بالمناسبة هم لا يرسلون كل ما لديهم هم يرسلون في البدايات قلت لكم رسائل لإبلاغ هؤلاء وحلفائهم بأن ميزان القوى ترى مو بصالحكم. ميزان القوى مو بصالحكم، نعم نحن نقر أن الوقت الحالي هذا الوقت بالذات الآن هو ليس هو المعركة النهائية لتحرير فلسطين، لكن إذا وقعت فما بالنا أن نفعل علي وعلى أعدائي، ذاك الوقت هم يعرفون جيدا أن الحلفاء مهددون، أن المنطقة ستتغير، الخارطة الجيوسياسية كلها ستتغير. في العموم في العموم على الولايات المتحده الامريكيه وعلى حلفائها الغربيين وعلى حلفاء الكيان الصهيوني العرب تحديدا ان يفهموا جيدا كما نقلت صحيفه معاريف العبريه ان هذا الصاروخ الذي اطلق من اليمن ووقع بالقرب من مطار بن غوريون كما تقول الصحيفه هو رساله. هم يقولون ايضا رساله، يقولون يجب ان نفهم وكذلك فعلت صحيفه ثارتس العبريه. يقولون ان هذه رساله لان هذا الصاروخ ما وراءه اشياء اخرى. نعم قال السيد عبد الملك الحوثي وقال انصار الله وقال الجيش اليمني وقال البيان الرسمي للجيش اليمني والقوات اليمنيه ان هذا ليس هو الرد على الحديده. فاذا نتنياهو يهدد سنرد كما فعلنا في الحديده. هذا الكلام خلي نقعة ويشرب ماية لأن هذه العملية جاءت في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ضد الكيان الصهيوني ولمساندة الشعب الفلسطيني وتتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول إلى أهدافها هذا ما يملكه اليمن فما بالك بما تملك ايران فيما لو اتسعت الحرب وتدحرجت والعقل يفهم ابقوا معنا القوات كذبه امريكيه جديده لاستهداف ايران فاحذروها طبعا تعرفون احبائي هنالك محاولات يبذلها العراق بشكل جدي لاخراج القوات الاجنبيه والامريكيه تحديدا من اراضيه ولاقامه نوع جديد من العلاقات المتكافئه والمتوازنه و ليحفظ العراق امنه وسيادته بعيدا عن التهديد باستخدام اراضيه من قبل الولايات المتحده الامريكيه كمنصه لاستهداف الجمهوريه الاسلاميه اقولها بصراحه يعني العراق يحاول ان يلعب لعبه التوازن يحاول ان يوازن في علاقاته مع ايران ومع الولايات المتحدة الأمريكية اللذين هكذا يتم تعريفهما في وسائل الإعلام الغربية الخصمين وكما يقول الأمريكان يعني هم الأمريكان عندما يتحدثون عن تواجد قواتهم في العراق يقولون لمواجهة إيران ولمواجهة ما يسمونها بأذرع إيران هم يقولون نقلا عنهم هسه يجيك هذول المتصهينين العرب عملاء الوحده 8200 ويتحدثون عن التخادم بين ايران والولايات المتحده الامريكيه وبعضهم يذهب الى ابعد من ذلك يقول هنالك تخادم بين الكيان الصهيوني وبين الجمهوريه الاسلاميه يعني شوف ال... هاي وطبعا انا لاحظت حتى في بعض القنوات الفضائيه هناك يعني ناس مجندون انا قلت لكم تحدثت سابقا عن الوحده 8200 وهنا ياتي وتاتي اهميه استهداف هذه الوحده 8200 القاعده المركز الرئيسي في وقاعده جيلوليت من قبل جالوليت من قبل حزب الله في لبنان في يوم الاربعين هذه الرساله الخطيره ولاحظتم بعد ذلك ياتي يعني بعد غياب طويل آه يجي رئيس هذه الوحده ويعلن عن استقالته لان هم في البدايه يعني طلعت اخبار انه قتل يعني غاب ماكو منه شيء ما حد يحكي عن شيء بعدين قالوا يا يعني سوى قتل او لم يقتل غيابه بعد ما ما عاد يفيد فخليه يستقيل استقال لانه فشل وفشلت هذه الوحده في التصدي ومعرفه اهداف حزب الله في العمليه التي جاءت ردا على استشهاد القائد فؤاد شكر. وطبعا هو في الاعلام برروها في الكيان الصهيوني ان هذه الاستقاله جاءت لفشل هذه الوحده في معرفه عمليه او يعني قبل ان تقع عمليه طوفان الاقصى بعد 11 شهر او اكثر من عمليه طوفان الاقصى استقال. هذا الرجل بتلك الذريعه، لا هذه الاستقاله لانه فشل في معرفه اهداف حزب الله وفشل في التصدي لهذه العمليه التي تسببت بقتل اكثر من 22 من كبار القاده في داخل هذه القاعده قاعده جليلوت واصابه ربما اكثر ايضا من 70 بحسب مصادر اوروبيه نقل نقلت عنها وسائل اعلام معروفه، على كل ما ما يكون الامر فموضوع ثمانية الوحدة 8200 يتحدثوا لك الآن عملائها اللي بالخارج الصهاينة العرب عن هذا التخادم وأخيرا <applause> لاحظتم بعد زيارة الرئيس الإيراني يعني الشيء بالشيء يذكر السيد مسعود بزشتيان إلى إيران إلى بغداد وذهابه وعودته وعقد مؤتمر صحفي هو الأول له منذ توليه الرئاسة وسئل عن العلاقات هو ما تعرفون بزشيان يعني شعار الانتخابي هو فتح قوة في الحوار مع الغرب وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة استعادة الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة الأمريكية وبنسخة جديدة منقحة لأنه حتى هذا الاتفاق بعد ما عاد صالح بعد تقريبا تسع سنوات أو أكثر من إبرامه فقال يعني الرجل قال بانه الولايات المتحده الامريكيه هي التي تمارس العداء تجاهنا، هي التي ت... يعني اوجدت قوات امريكيه في المنطقه لاستخدامها ضدنا، هي التي قامت باعتداءات ضدنا، هي اللي قتلت قاسم سليماني، هي التي فرضت علينا عقوبات اقتصاديه بدون اي مبرر، مو احنا اللي فعلنا ذلك اذا كفت واذا توقفت الولايات المتحده الامريكيه عن هذه السياسة فنحن والشعب الأمريكي أخوة الشعب الأمريكي يعني هو فعلا يعني ما احنا ما عندنا عداء مع الشعب الامريكي فبامكان استعاده العلاقات التي قطعت في العام 1980 في ابريل من قبل الولايات المتحده نفسها يعني هم الامريكان بالمناسبه هم الذين قطعوا العلاقات الدبلوماسيه مع ايران مو ايران التي قطعت العلاقات الدبلوماسيه فهم اجوا عملاء الوحده 8200 ها مو قلنا لكم هذول يتخادمون وذول متفاهمين يا بخب هذا الكلام ياتي في اطار دبلوماسي ومحاوله وهي سياسه الرجل نهج هذا نهج استعاده العلاقات وبعدين تعرفون كل زين موقع الرئيس وهو كسلطه تنفيذيه في النظام الجمهوريه الاسلاميه هو موقع تنفيذي يعني هو بامكانه ان يقدم رايه واحد من تسعه في المجلس الاعلى للامن القومي فيما يتعلق بمثل هذه الامور لكنه لا ليس هو الذي يؤثر في صنع القرار الاستراتيجي عموما الولايات المتحده الامريكيه تتحدث عن خفض القوات خفض القوات وانا من هنا باعتبارنا نتحدث خارج الحدود وأكرر نحن أيضا مؤمنون وأنتم مؤمنون الحكومة مؤمنة المؤمن مرآة أخيه المؤمن وعينه ودليله ونحن إخوة ونحن نريد أن ننصح أيضا نريد إذابة انتبهوا لا يتكرر هذا الكذب الأمريكي عليكم منذ ما سمي بالحوار الاستراتيجي الذي أطلقه آنذاك الأمريكان مع رئيس الوزراء السابق السيد مصطفى الكاظمي وقالوا حولنا القوات الأمريكية من قتالية إلى استشارية ومدربين وبعدين طلعت قوات قتالية وليست قوات استشارية وهم قالوا على الورق فقط هم قالوا قائد السنتكوم وزير الدفاع كل وزير دفاع في تلك الفترة كلهم قالوا يا أبا هذا على الورق وإحنا غيرنا القوات مهام القوات فقط باليونيفورم وعلى الورق ماكو شيء والدليل عمليات الانبار الاخيره وشاركت بها قوات قتاليه فضحتهم والدليل الاخر اللي تعرفونه كل الزين عمليات الاغتيال التي تتم اختيال قاده النصر، إختيار قاده الحشد الشعبي قوات قتاليه واستشاريه لو ومستشارين لو فمع كل ذلك اقول لا تخدعوا علينا ان لا نخدع بموضوع خفض القوات الامريكيه لانه وزير الدفاع لويد جي اوستن قالها بالحرف الواحد يوم 13 سبتمبر في زياره لقاعده ماكسويل الجويه ونشرت تصريحات مقابله خاصه مع مجله القوات الامريكيه الجويه والفضائيه قال لا يزال البنتاغون يعني وزاره الدفاع مصمما على الحفاظ على قوات كافيه في المنطقه لردع ايران. لردع ايران مقتنعا بان الضغط الموسع هناك يردع ما يسميه بالعدوان. اقول مره اخرى حتى لو بقي في وهذا كم تاب بالمناسبه هذا هم يقولوا حتى لو بقي في العراق جندي امريكي واحد اصلا ماكو جندي بس اكو قواعد عسكريه امريكيه هي كلها تدار بالريموت كنترول وبالتقنيه الحديثه من برا انت تعرف اغتيال قادة النصر الازرار من وين اطلقت نعم الصواريخ انطلقت في المنطقة الازرار اطلقت من واشنطن يوم هاي التقنية الحديثة يعني مو بالضرورة انت تكون موجود هناك مع كل ذلك هي موجودة قوات وبحسب تقصينا للصحافة العسكرية الامريكية المتخصصة اللي يتحدثون عن سبعة وخمسمية إلى تسعة آلاف جندي أمريكي وأقول لكم هؤلاء هم رايحين جايين اكو جنود تنتهي مهامهم أو ضباط يروحون يسرحون يروحون يأخذون إجازات من يجي بديلهم ومنين يجون كلهم يجون من قاعدة القاعدة الأمريكية الموجودة في الكويت عبر منفذ جريشان وهذا منفذ جريشان على الحدود العراقية الكويتية في البصرة هذا بيد الامريكان زين القوات الامريكيه الموجوده في سوريا هل يجري الحديث عنها في المحادثات الجاريه بين الحكومه العراقيه والولايات المتحده الامريكيه؟ وهي لازم ننبه اخواننا عليها زي هاي القوات ال... تعرفون ليش؟ لان هذه القوات ايضا مهما كان عددها الموجوده في سوريا من وين تتغذى؟ هي تتغذى من من القوات الامريكيه الموجوده في العراق وهاي تتغذى بالمقابل من القوات الامريكيه الموجوده في الكويت ناهيك عن القو القواعد العسكريه الاخرى وهي بيناتهم يروحون يتبدلون ويجون و... فعلى اي حال <تصفيق> احبائي <تصفيق> خديعه او كذبه اخراج او تخفيض عدد القوات الامريكيه ايضا يجب ان لا ت... لا يعني لا تنطلي علينا واحنا هسه هسه ممكن يتساءل سائل من هؤلاء الذين يقولون يا احنا ما لنا وايران اي اوكي احنا ما لنا وايران شو علاقتنا بايران ما علاقه بايران يلا ايران لا ساعدتنا ولا هم يحزنون في الحرب على الارهاب ساعدت نفسها حافظت على امنها القومي ما يخالف لكن ايران من تشوف الامريكان علنا خذ كم يفكرون يشوفون الامريكان علنا يتحدثون بأن قواتهم موجودة في العراق وفي المنطقة لمواجهة إيران وأكو هنالك تفويضان من الكونغرس للرئيس الأمريكي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران بدون الرجوع للكونغرس وأكو هناك اتفاقية ست... هاي... هاي اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق وفيها بند يقول الأمريكان ملزمون بالدفاع عن النظام الديمقراطي في العراق يبرروها بأي شكل من الأشكال يقول لك أكو أخطار خطر إيراني علينا مثل ما فعلوا وقتلوا الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قال ابترام قال وفق التفويض اللي عنده من 2002 بأنه هؤلاء يخططون لزعزعة أمننا القومي يعني بإيدهم الأمور كل الأمور بإيدهم بإمكانهم أن يسوون اعتداء على إيران إيران بتقول لك أنا من حقي أزعزع أو أجهض هذه المحاولات فيقومون بما يرونه مناسبا بالنسبة لهم ويصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات هسه من كما يقولونهم وهنالك القرار 598 الذي أوقف الحرب أوقف إطلاق النار ولم ينهي الحرب وهذا سأحدثكم عنه في المحور الثالث ابقوا معنا ذكرى الحرب العبثية المجنونة التي شنها صدام على الشعبين العراقي والإيراني لكي لا تلد الحرب حربا أخرى في يوم الأحد 22 سبتمبر تحل علينا ذكرى اندلاع هذه الحرب التي شنها صدام حسين تنفيذا لأوامر أسياده وهذا الكلام قاله الكثيرون الكثيرون من حلفائه بل من حتى قيادات بعثية قيادات في حزب البعث اعترفوا وتحدثوا روحوا شوفوا اليوتيوب بتروس أنه تلك الحرب جاءت بأوامر تنفيذا من لأوامر من الغرب تحديدا في ذلك الوقت قام وزير الخارجيه البريطاني انذاك وزار بغداد وحتى كان الاحمد حسن البكر رئيسا وايضا الامريكان اتفقوا معه على ان يشن الحرب على الجمهوريه الاسلاميه الفتيه انذاك ما كان عندها جيش كانت ايران في وضع مضطرب تقريبا قيادات الجيش الكثيره التي كانت مخلصه للشاه فرت والكثير منها ممن مارس القمع والجرائم ضد المتظاهرين الايرانيين حكموا، فعموما ما كان كجيش يعني وشد هذا النظام اول مره ازاح احمد حسن البكر قتل كل قاده حزب البعث الذين يرفضون مثل هذه الحرب والذين كانوا يؤمنون بالوحده مع سوريا حزب البعث السوري على كل اساس ما تحدث عن تلك التفاصيل تعرفونها جيدا وبعدين اللطيفة أن صدام حسين صورة وصوت صورة وصوت يعترف بأنه استخدم استخدم من قبل تلك القوى التي دفعته إلى شن هذه الحرب وإلهاء القوى الخيرة كما قال في الجمهورية الإسلامية إشغالها وإيران كانت ترفع شعار فلسطين منذ أن انتصرت الثورة بل وحتى قبل عندما كانت الثورة الإسلامية مندلعة على حال هسه احنا حتى لا يعني تكون هذه الذكرى مجرد من البادئ ومن وهي طبعا كل سدة تبدي وهم كما نعيد التذكير بالوحده ال 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 8200 يجون ويقولون لا من اللي بدا بالحرب ومن اللي بدا بالحرب لا لا اللي بدا بالحرب هو العراق يعني نظام صدام حسين باعتراف الامم المتحده ولجنه شكلت من قبل الامم المتحده وأرسلت إلى العراق وإيران، أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافير بيريزي وخرجت باستنتاج نهائي وتقرير نهائي من الذي بدأ بهذه الحرب؟ عموماً حتى تحدثوا عن تعويضات وقدروها ب 97 مليار دولار يفترض بالطرف الذي بدأ الحرب أن يقدمها أو يدفعها. وكان الاتفاق يعني حتى دول مجلس التعاون الخليجي التي شجعت على وقف هذه الحرب انذاك اتفقوا في وقتها قبل لا صدام يغزو الكويت على ان هم يتولون دفع تعويضات الحرب وحتى اعاده بناء العراق مره اخرى. بعد ما حرضوه ودفعوه وفشلوا في تلك الحرب، الحرب كانت لديها اهداف، الهدف الاول اسقاط الجمهوريه الاسلاميه، فشلوا. الهدف الثاني فصل خوزستان للأغلبية العربية والنفط والغاز وتحريك ملف القوميات فشلوا الهدف الثالث أيضا هو آه إلغاء اتفاقية الجزائر عام 1975 ما يتعلق بالنزاعات الحدودية والخلافات الحدودية وموضوع شط العرب وغير ذلك ثلاثة فشل بهم صدام حسين وعاد الى الاتفاقيه، اتفاقيه الجزائر. لكن الذي حصل وهذا ما يجب ان نكرره باستمرار. الذي حصل منذ 8 اغسطس 1988 يعني وقف الحرب اللي اندلعت ب 22 سبتمبر 1980 نحن حتى هذا اليوم يحكم علاقاتنا العراق وايران القرار 598 وتحديدا يعني هذا قرار دولي من مجلس الامن الدولي. الفقره الاولى المتعلقه بوقف اطلاق النار. الحرب لم تنتهي. هنالك وقف لاطلاق النار فقط. طيب لماذا لا يتحول وقف اطلاق النار الى اتفاقيه سلام؟ ليش؟ لماذا؟ مو الان شوفوا انت يعني هذه العملاء الوحده 8200 والمتصهينين العرب واعداء الجمهوريه الاسلاميه واعداء الاسلام واعداء محور المقاومه ازلام النظام السابق هو صدام يعترف بانه ارتكب خطيئه ووقع في خطا كبير عندما شن الحرب الان لا يزالون ينفخون ينفخون ها يا جنود الحق ها ها واحنا مشينا مشينا للحرب وتعال شوف حتى في المظاهرات تذكروها كل الزين هذه المظاهرات التي كانت يعني اريد نضوجكم اكثر نذكركم بتلك المآسي انا خارج اريد وطن ويريد وطن وهو يذكرون بالحرب حرب صدام حسين ومستعدين واكو اكو قيادات قيادات من مما يسمونهم بالناشطين وبعضهم مقرهم في السعوديه وبعضهم في تركيا وعندهم برامج تلفزيونيه واحاديث تعال لازم نشن حرب وفلان يجب ان يكون قائد لمعركه وبعضهم يقولون حرب صفين حرب صفين من وجهه نظر اخرى يعني ايران هي معاويه تعال يا كذا فلان يا فلان الفلاني حارب ايران وفلوس اكو شباب اكو وما يعرفون اكو خداع واكو تضليل ووسائل اعلام ضعيفه ما تذكر بجرائم هذا النظام السابق شو فعل ما تذكر كيف ان دول المنطقه التي حرضته انذاك واوقعته في هذه في تلك الحفره وقتلت من الشعب العراقي والايراني الملايين ومن شعوب المنطقه فكل شيء جاهز والقرار 598 لم يطبق لم يطبق لم يطبق فقط الا هذا البند وكل وسائل الاعلام المعاديه والمضلله تقول وتتحدث عن الهيمنه الايرانيه ايران مسيطره على العراق ايران تحتل العراق بيزيشكيان زار الجمهوري زار العراق تجي شوف هسه هذا مثال بسيط مثال بسيط روح شوف عشرات الصحف وشوف وسائل الاعلام حتى بعضها عراقيه شقد كانت منزعجه من زياره بيزيشكيان شقد كانت منزعجه شلون يزور ست مدن اذا ما يزور ليش ما زار زين هذا جيراليزم بوست جيرول جيرول عفوا بوست في ذكرى اتفاق ابراهيم انتبه شوف شوف المواقيت ايران تدفع علاقاتها مع الخليج الى الامام يجون شو يقولون وهي ملاحظه شويه ذكيه يقول هاجم الحوثيون هذا ايضا له علاقه بالمحور الاول اسرائيل في 15 سبتمبر هاي الصحيفه في ذكرى اتفاقيات إبراهيم وفي الساعة 6 32 دقيقة صباحا رمزيا في نفس وقت هجوم 7 أكتوبر تقريبا ايش قد يهتمون لك بالتوقيتات بعدين يجون شو يقولون يقول لطالما عارضت إيران اتفاقيات إبراهيم فهي لا تريد بشكل خاص علاقات علاقات إسرائيل مع البحرين وهي قلقة بشأن زيادة إسرائيل لأي نوع من الاتفاقيات في الخليج على سبيل المثال سعت إيران إلى أفشال أي توسيع للاتفاقيات لتشمل عمان ولا تريد التطبيع بين إسرائيل والسعودية من المرجح أن يكون هجوم السابع من أكتوبر جزءا من رد إيران هذه الصحيفة إسرائيلية عبرية بالعبري فقد دعمت طهران الهجوم و... وتستضيف قطر قادة حماس التي لم تنضم إلى الاتفاقيات على الرغم من كونها حليفا وثيقا للولايات المتحدة غير عضو في حلف شمال الأطلسي طيب لذلك يمكن اعتبار حركة المقاومة هم يجيبون اسمها حاميم ألف أداة لمجموعة متنوعة من أعداء التطبيع في هذا السياق يجب أن نفهم مدى تواصل إيران الحالي مع الخليج وأفادت يعني زيارة للعراق افادت وكاله انباء الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ايرنا ان الرئيس الايراني مسعود بزكشيان حريص على التفاعل والتشاور المستمر مع الدول العربيه المطله على الخليج الفارسي، هذا نصهم حتى كلمه الخليج فهذا نص الجريده. فكان يوم الاحد هو الذكرى الرابعه لاتفاقيات ابراهيم وهو الامر الذي تستخدمه ايران. يحطون حتى يعني انا صدقون أنا يعني ما اعتقد ما اعتقد الامر بهذا الشكل بس هم شوفوا شلون يفكرون وقال ليش مع الايرانيين والعراقيين يتوصلون لاتفاقيات سلام وينهون القرار 598 تقول <applause> كان يوم الاحد هو الذكرى على اتفاقيات ابراهيم وهو الامر الذي تستخدمه ايران لمحاوله خلق مبادرتها الخاصه في الخليج وتقليص العلاقات الناشئه بين اسرائيل وهذه الدول تريد طهران عزل اسرائيل واشراكها في حرب استنزاف طويله مع حاء ميم الفسين في غزه حتى تتضرر علاقاتها يعني علاقات اسرائيل الاقليميه. ولهذا السبب تحشد ايران العديد من الوكلاء ضد اسرائيل وكان هجوم الحوثيين يوم الاحد في الساعه 6:32 كما قلنا صباحا وهو رمزيا نفس الوقت تقريبا <applause> الذي بدأ فيه هجوم أكتوبر 7 أكتوبر عنوان فرعي التوقيت الرمزي لإيران إن إيران تؤمن بالرموز والتوقيت وقد عملت على المصالحة مع المملكة العربية السعودية في صفقة توسطت فيها الصين ولكنها ليست مستعدة بعد لكذا يعني أسعى موضوع العلاقات الإيرانية السعودية واستغل بزشكان أول رحلة له إلى الخارج لزيارة العراق الذي يحرص العراق على المساعدة في تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا العراق ولعب دور رئيسي في تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية ويرى بزكشان أن العراق بمثابة بوابة إلى الخليج خايفين خايفين من انفتاح دولتين العراق وإيران وعلى حال حتى أختم لا أطيل, لا أطيل عليكم أقول أحبائي شوفوا هناك صحف أخرى تحدثت عن هذا الموضوع، وراح تشوفون خلال الايام المقبله ايضا الكثير من الصحف الغربيه ستتحدث عن هذه الذكرى، ذكرى تلك الحرب التي شنت على الجمهوريه الاسلاميه وعلى الشعب الايراني ويتز... اليوم بعد اخر يتكشف المزيد من التورط الغربي في تلك الحرب، لكن المطلوب قبل كل شيء هو تحويل القرار 598 إلى اتفاقية سلام لكي لا تلد تلك الحرب حربا أخرى لأسباب كثيرة تحدثنا عن بعضها وسنتحدث عن البعض الآخر في لقاءاتنا القادمة معكم كل عام وأنتم بخير في ذكرى المولد النبوي الشريف في أمان الله